مرحبا مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج تفاصيل الأسبوعي اللي رح نحكي فيها عن الامتحانات الرسمية وتحديدا موضوع طلاب البروفي. كل سنة بتشكل الامتحانات الرسمية جدل وقت تنطلق، بس هيدا السنة كان الجدل مضاعف لوجود عنصر جديد بقلب قاعات الامتحانات وهي كاميرات المراقبة، وكمان كان في جدل لأنه حرم طلاب كتير من أنه يعملوا امتحاناتهم لأن مدارسهم منا مرخصة. شهادة البروفي في إصرار عليها من قبل الدولة وعلى عدم إلغائها لأنها باعتبارهم بتمثل التعليم الرسمي بلبنان، فأمتين بلشت هيدا الشهادة هالموجودة بأكثر من دولة ولا التمسك فيها بلبنان؟ منتابع بتقرير الزميلة نور سليمان. بكانون الأول من سنة 1928 نظم التشريع اللبناني بمرسوم رقم 4298 المراحل التعليمية بلبنان لتشبه النظام الفرنسي، وأقر الامتحانات الرسمية ومنها امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي. وبالوقت اللي ألغت الكثير من الدول امتحانات هالشهادة بيتجدد الجدل كل سنة حول إلغائها بلبنان، بينما بيعتبر بعض المعنيين بالشأن التربوي بأنه الامتحانات هيدي بعد ضرورية كوسيلة تقييم للطلاب قبل انتقالهم لمرحلة تعليمية جديدة. أولاً هي أول امتحان رسمي بيقدمه الطالب، وبالتالي بيتعود شوي لأنه على السيستم كيف بيصير، وتانياً أنه فوق 60,000 بيبقى طالب بالبروفي، يعني أول إذا بدك شو بيسموها غربال هي البروفي، في قسم كبير منهم بيروح على التعليم المهني والتقني. خوفنا أنه إذا التخذ البروفي أولاً نتائج المدرسة إذا ما في المراقبة مضبوطة من قبل وزارة التربية بيصير حيلا نتائج، لأنه مش كل المدارس بتحترم حالها وبتحترم التربية، وتانياً ينضرب التعليم المهني والتقني يعني على الأكيد. وعبر النقيب عن تحفظات كتيرة على منهج البروفي الحالي، فممكن يصير في إصلاحات جدية بتحسنه، وبيقترح عبود النظر بمحتوى المواد للتخفيف منها وتصير تنعطى للطالب بأسلوب ما بيشبه المناهج الدراسية القديمة المعتمدة من أواخر التسعينات، وممكن يصير يقدر الطالب كمان يعيد بالدورة الاستثنائية بس المواد اللي سقط فيها بالدورة الأولى ليخف عنه الضغط والتوتر. وهيك بتكون الإصلاحات حلت محل خيار إلغاء الامتحان الرسمي، خصوصي وأنه وزارة التربية ومع تعاقب الوزراء عليها لها هلأ ما عندها أي توجه لتلغي شهادة البروفي وبتعتبرها أساسية بالتعليم الرسمي. سنة 2016 قدم النائبين نديم الجميل وسيرج تور ساركيسيون اقتراح قانون لإلغاء الشهادة الرسمية المتوسطة. وين صار هذا القانون وليه تم اقتراحه نعرف بتقرير الزميلة رشا زغريني. سبب كتير خلت النايب نديم جميل والنايب السابق سيرج تور ساركيسيان يقترحوا قانون متعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. أولاً باعتبارهم هيدي الشهادة ما عاد تتماشى مع التطور بالمناهج الدراسية الجديدة المعتمدة حالياً بلبنان. ثانياً الشهادة المتوسطة ما عادت ضرورية للحصول على أي وظيفة. ثالثاً الفساد المنتشر بتحضير وتوزيع الامتحانات المتعلقة فيها وإجراءها. القانون المقترح أدرجته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجدول أعمال جلسة حكومية كجرد لاقتراحات استشارت المجلس فيها قبل انتهاء ولاية مجلس النواب بأيار 2016، يعني القانون المقترح ما عاش كتير. هيئة التشريع أصدرت استشاراتها وقالت أنه الأسباب الموجبة لاقتراح التعديل ما ارتكزت لأي دراسة عملية أو قانونية صحيحة، وما تبين وجود أي دراسة تبرهن أنه الشهادة الرسمية المتوسطة ما بقى تتماشى مع المناهج المدرسية. يعني أي قانون بيدعي لإلغاء البروفي رح يتحارب من روابط التعليم والأساتذة وكل المعنيين. ميات تلاميذ البروفي ما أخذوا بطاقات اللي بتخولهم أنه يعملوا فحوصاتهم الرسمية، فبدل ما يتواجدوا بصفوف تواجدوا على الطرقات قدام وزارة التربية ليطالبوا بحقهم أنه يعملوا الفحوصات. هيدي المدارس إما مبلشة على ورقة مش أيامي قبل، مبلشة على إذن مزاولة ووقفت عندها لم تتم عملية يعني المطالب المطلوبة للحصول على رخصة مدرسة خاصة، ولم يعودوا إلينا. كتبناهم نحن بشهر نيسان اللي نتفضلوا حضروا لنا كل ورقكم وتعو برروا عملية فتح المدرسة للتعليم، ما حدا رد علينا. بعتنا انذارات لهم انه لن يكون هناك امتحانات اذا ما بررتوا رخص سليمة لهذه أو أوراق سليمة للحصول على رخصة، والرخصة بتكون بقرار من مجلس وزراء. فبالتالي اجونا قبل 24 ساعة كأمر واقع
على حساب التربية وعلى حساب أولادهم. عدد التلاميذ اللي انحرموا من انه يعملوا فحوصات البروفي هو 295 بحسب ما قال وزير التربية أكرم شهيب. أما بالنسبة لطلاب الترمينال فهو عددهم 82، إلا أنه الوزير قرر يسمح لهم يعملوا فحوصاتهم ولو مدارسهم مش مرخصة. أما بالنسبة للقرار الأول وهو منع طلاب البروفي من أنه يعملوا فحوصاتهم، فشو هي قانونيته وهل كان في بديل وشو رح يصير بالمدارس المش مرخصة؟ منتابع هالمقابلة للزميل محمد زهوي. القرار اللي أخذه وزير التربية شهيب بموضوع عدم السماح لطلاب البروفي يلي هن مسجلين بمدارس مخالفة للقانون، ما سمح لهم أنه يفوتوا يعملوا فحوصاتهم، هذا قرار مخالف للقانون. ليه مخالف للقانون؟ رح أشرح. لأنه بغض النظر عن المدارس يلي كل وزارة التربية ديجا بتعرف أنه هاي المدارس ما بتستوفي شروط أنه تقدر تفتح وتعلم، كان لازم وزارة التربية تسكروا من زمان لهول المدارس. بغض النظر عن كل هالموضوع، هول الطلاب تلاميذ عمرهم 14-15 سنة للبروفي، حتى لو مش بمدارس لازم تسمح لهم الوزارة إنسانيا وتربويا إنه يجوا يعملوا الفحوصات. القانون يسمح حتى بالترشيح الحر للفحوصات، فكان بيقدر الوزير من الأول يعتبرهم هودي ترشيحات حرة مش ينسبهم للمدارس، وهون كان راعى موضوع الطلاب. ومن تاني ما العائق بالمدارس، التلاميذ السوريين طالع فيهم قرار بمجلس وزراء بشباط الماضي شباط 2019 بيسمح لهم لأي طالب أجنبي أو سوري أو غيره أنه يجي يقدم امتحانات البروفي أو البكالوريا حتى لو ما عنده وراق. فكانت معيبة أنه منسمح للأجنبي وما منسمح لللبناني أنه يفوت يقدم فحصه. وبعد كل الحملة اللي صارت وبعد التأييد الكبير يلي إجينا من اللبنانيين وبعد الصرخة من غير ناس كمان مش وحدنا صرخنا بالموضوع، الوزير التربية تراجع. هلأ بفحوصات البكالوريا التلاميذ يلي هن من هالمدارس رح يقدروا يقدموا فحوصات البكالوريا، خلص نعملوا وراءهم بوزارة التربية ورح يقدموا البكالوريا. بختم حلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل، تحية لكم من فريق عمل النشرة. إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع حابين نطرحها من الكومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.